Sometimes I think that night marked me. Everything that came afterwards couldn't be a coincidence, could it? Can you tell me how you ended up here? Loser. Danny, you don't really seem like a dangerous person. We still... Go! You wanna come in, clean yourself up? Just figured I was lucky. Have you ever been lucky? What about the girl? There's glass everywhere. Signs of a struggle, blood on the floor. What happened in that house? This wasn't a random shooting. He's hiding something. Can you see how all of this can seem like it was you? Did you see him run? Did you see him? ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه مسلسل ذا كراودد روم. من النجوم اللي قاموا ببطوله المسلسل توم هولاند واماندا سيفريد، واللي شارك في كتابه المسلسل واخراجه اكيفا جولدزمان. من الاعمال السابقه لاكيفا جولدزمان مسلسل فرينج وبريك ثرو. المسلسل ماخوذ احداثه من قصه نزلت سنه 1981 وبتحمل اسم ذا ماينز اوف بيلي ميليجان للكاتب الامريكي دانيال كيز. مسلسل ذا كراودد روم مكون من 10 حلقات ونزلت اول 3 حلقات يوم 9 يونيو سنة 2023 على شبكة أبل تي في بلس، فالمراجعة هتكون بالنسبة للثلاث حلقات الأولى. المسلسل بيبتدي بداية غامضة وبنشوف شاب وشابة راكبين المترو وكان باين عليهم التوتر الشديد، وأول ما وصلوا للمكان اللي هم عايزينه خرجوا من محطة المترو ووصلوا لمكان اللي بيتم فيه المراهنات الغير شرعية، وكان باين عليهم إن هم مستنيين حد معين يخرج من المكان ده. وبالفعل أول ما الهدف بتاعهم خرج ابتدوا الاتنين يراقبوه ويمشوا وراه، وأول ما وصلوا لمكان واسع البنت قالت للشاب إحنا هنفترق دلوقتي وهحاول أعطله وأنت عارف إيه المفروض تعمله في الوقت ده. وبالفعل أول ما افترق الشاب طلع المسدس في ايده وصوبه ناحية الشخص، وبيبتدي احداث المسلسل. من الاسباب الاساسيه اللي خلتني اتابع المسلسل ده لما عرفت ان هي مبنيه على احداث حقيقيه حصلت بالفعل في اواخر فتره السبعينات، واللي تناولتها العديد من وسائل الاعلام في الوقت ده. فاحب اوضح ان المسلسل ده مستوحى من القصه اللي قلتها في بدايه المراجعه، والقصه بدورها مبنيه على احداث حدثت بالفعل في الفتره اللي قلتها. فطبعا كان عندي فضول وكان نفسي اعرف لما الاحداث دي تترجم في عمل فني وعلى شكل مسلسل شكل النتيجه هيطلع ايه في الاخر. فلو هبتدي واقول بالنقط اللي عجبتني، اول حاجه كانت الرسومات والموسيقى اللي كانت في تتر بدايه كل حلقه، بالاضافه للديكور والملابس او الازياء اللي دخلتني فعلا في اجواء السبعينات، والصراحه في النقطه دي ما شفتش ولا غلطه، بالاضافه للتمثيل الجميل والمقنع والاداء الاكثر من رائع لتوم هولاند، واللي ما يعتبرش حاجه جديده بالنسبه له. بس في نقطه احب ازودها، وقت ما كنت بتفرج على توم هولاند في الدور ده كان جاي على توماس شالمي اكتر في المسلسل ده، لكن بالنسبه للاداء التمثيلي لاماندا سيفريد الصراحه مش هقدر احكم قوي، علشان الثلاث حلقات اللي انا شفتها في الدور اللي هي واخداه ما كانتش واخده حقها قوي علشان تبين قدراتها التمثيليه اللي احنا عارفينها. فالاحسن لما نشوف بقيه السبع حلقات ممكن نكون فكره ونحكم صح على ادائها. واللي بيميز المسلسل ده كمان حركه الكاميرا الجميله والموتره للمشاهد بدرجه كبيره، فالكاميرا ما اكتفتش ان هي تكون ثابته او تصور من زاويه واحده او زاويتين. بالعكس، لو هتكلم بالنسبه للمشهد الاول في الحلقه الاولى، اللي اقدر اقوله ان الكاميرا ما وقفتش ولا هديت في مكان واحد، وفضلت تلف حوالين الممثل وكأنها بتعكس الحالة النفسية اللي بيحس بيها الممثل في الوقت ده. الحلو كمان في المسلسل ده كانت طريقة سرد الأحداث والتنقل ما بين مشاهد الفلاش باك وبين مشاهد الوقت الحالي للمسلسل، فكانت متناغمة وجميلة وسلسة. أما بالنسبة لمشكلة الثلاث حلقات اللي شفتها، إن المشاهد اللي كان فيها مط وتطويل كانت كتيرة بدرجة رهيبة وقتلت عندي متعة المتابعة، لدرجة إني سألت نفسي وقت ما كنت بتفرج هل هقدر أكمل بقية السبع حلقات لو مشيت بالنظام ده ولا لا. خلاصه الكلام، الثلاث حلقات الاولى من مسلسل ذا كراودد روم بدايه متوسطه، واتمنى ان المسلسل يكون احسن من كده في الحلقات الجايه. وبالنسبه للمتفرجين اللي عارفين القصه الحقيقيه يستحسن ما يضيعوش وقتهم مع المسلسل ده. تقييمي للثلاث حلقات الاولى من مسلسل ذا كراودد روم هو 5.5 من 10. واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.